أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة من الآن. والآن مع ملف سوريا، حيث أعلنت دمشق موافقتها على وقف لإطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب شمالية سوريا اعتبارا من صباح اليوم السبت. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية عن مصدر عسكري سوري الموافقة على الهدنة مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق من المسلحين. وكان الجيش السوري قد وافق مطلع الشهر الجاري على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب، ثم استأنف العمليات العسكرية بعد خرق المجموعات المسلحة للاتفاق. والمزيد مشاهدينا، انضم إلينا هاتفيا من دمشق العميد تركي الحسن الباحث في الشؤون الاستراتيجية. أهلا بك سيادة العميد. أهلا وسهلا بكم. يعني بعد التحية، من وجهة نظرك ما الذي يعني قبول دمشق لوقف إطلاق النار بالحفاظ أكيد على الرد؟ بعد التحية أنا أشكرك، والتحية للسادة المشاهدين. ليست موافقة دمشق على وقف إطلاق النار، وإنما هي مبادرة لدمشق والحلف الروسي لوقف، هي مبادرة سورية روسية قبل مرة. يعني يعني فقد هو الفوز بعد ان استكمل الجيش المرحله الثانيه من عملياته العسكريه بالتالي في تحرير منطقه خان شيخون وهي منطقه هنا. نعم، استكمل تحرير كل المناطق الشماليه من حماه التي كانت تحت سلطه الارهاب لمده 7 سنوات او يسيطر عليها الارهاب لمده 7 سنوات. في تقديري ان ما جرى حتى الان يسجل من حيث المبدا كانجازات، وهي عباره عن مرحله اقتضتها الظروف، لان الهدف من العمليات العسكريه هي عباره عن استعاده محافظه ادلب، والدوله كانت تسير على خطين، خط اول هو خط التسويات وخط ثاني هو خط العمل العسكري. وعندما كانت تريد الدوله اطلاق العمليه العسكريه منذ العام الماضي في الشهر التاسع، وحشدت القوات المسلحة بعد أن تم تحرير درعا والقنيطرة، نعم، آنذاك بادر الرئيس الروسي بوتين لإطلاق مبادرة وهي اتفاق سوتشي بين الرئيس أردوغان والرئيس بوتين وقبلت الحكومة السورية. كان يفترض على الحكومة التركية أن تنفذ هذا الاتفاق اعتبارا من الشهر أكتوبر، يعني من 15/10 من العام الماضي. إلا أن الرئيس أردوغان لم يفي بتعهداته وبدأ يهضم الوقت شيئا فشيئا، وكانت الدولة السورية توافق على مع الأصدقاء الروس على تأخير المدة الزمنية لمدة قضينا حوالي 10 أشهر، وبدأ الإرهاب يقلق القذائف باتجاه المناطق الآمنة، فتعرض مئات المدنيين من البلدات والمدن المحيطة في محافظة إدلب لخسائر، سواء كانوا كشهداء أو كجرحى. لكن بالعودة إلى هذا الاتفاق، يعني نعم، من وجهة نظرك، دعيني لأكمل، تفضل، دعيني لأكمل الفكرة. نعم، دعيني لأكمل الفكرة، تفضل. مما أدى لأننا وصلنا إلى جدار مسدود، وبالتالي كانت القيادة أمام خيارين لا ثالث لهم، إما مسدود أو ننفذ التسوية. فالتسوية تعذرت، فكان هناك طريق وحيد، الطريق الوحيد هو إطلاق العملية العسكرية. ومنذ الأيام الأولى قلت أن العملية هي عبارة على مراحل ومتدحرجة، في أي لحظة يصل الرئيس التركي مع المجموعات الإرهابية إلى قناعة أنه عليهم تنفيذ الاتفاق فتتوقف العملية. فكانت المرحلة الأولى التي نفذت في الشهر الخامس والسادس، ثم أجبرنا على المرحلة الثانية وهي عبارة عن تحرير مدينة خان شيخون وما حولها، فكانت استكمالا الان للعمليه. الان يجب ان نوقف وقف اطلاق النار، نلتقط الانفاس، نعطي للعمل السياسي دوره، وبالتالي الان ننتظر ان يكون هناك تحول في الموقف التركي وفي موقف المجموعات الارهابيه. بدا الان يظهر شيء من ذلك من خلال القرار في حل هيئه تحرير الشام، اقصد جبهه النصره من ذلك وانخراطها في المجموعات، ولكن هذا الامر لا يكفي. نعم، لا تكفي ان تغير من اسمها لان تقول انني تم حل جبهه تحرير الشام او النصره،
وانخراطها في المجموعات الاخرى، يجب ان يكون هناك مواقف. هناك في الاتفاق فتح الطرق الدوليه وخاصه طريق ام 5 الذاهب من دمشق الى حلب وام 4 الذاهب من حلب الى اللاذقيه. اعتقد ان هذا الامر يتبع او يؤدي الى قيام سلوك جديد، او يكون هناك مواقف على الارض من الجانب التركي ومن جانب المجموعات المسلحه بحيث تنسحب لمسافه حوالي 30 كيلومتر من المناطق التي تم تحريرها. ما تم تحريره لن يدخل بالتاكيد في الاتفاق الجديد، لان هذا دفعنا دماء من اجل التحرير، وبالتالي يجب ان يصار اتفاق سوتشي 2 على اسس جديده بحيث ان تكون المنطقه العازله منطقه مختلف عليها. وبالتالي انا اتمنى شخصيا ان يستمر وقت اطلاق النار وان نذهب الى التسويه. والان كان يدفع في مناقشات مجلس الامن بقرار حول النازحين او الذين يخرجون نتيجه الاعمال القتاليه، واعتقد ان هذا الامر يجب ان نحرص جميعا على هؤلاء، لان هؤلاء اهلنا. صحيح الدوله فتحت معابر لمن يرغب بالعبور باتجاه مناطق سيطره الدوله، واعتقد ان المشاهد التي كانت تظهر بالامس حول اقتحام هؤلاء لبوابه أطمع وبنفس الوقت باب الهوى في وتحميل الحكومه التركيه المسؤوليه، هذا الامر يمكن ان يسجل من جديد في خانه التحولات التي تجري فيه. يعني سياده العميد، بما انك تتحدث عن التسويه، من وجهه نظرك هل تتوقع التزام هذه الفصائل المسلحه او الارهابيين بهذا الاتفاق؟ انا شخصيا هناك رغبه وهناك واقع. بين الواقع بين المأمول والواقع هناك اختلاف. ما امله ان ينفذ الاتفاق، واتمنى ان يستمر وقت اطلاق النار وان يتوقف القتال في محافظه ادلب لتعود الدوله، لانه يفكر تعود الدوله الى ادلب، لتعود الدوله بشكل طبيعي الى ادلب. وهذا الامر ما لم يتحقق ستبقى احتمال عوده القتال قائمه. انا اعتقد ان الاسباب الموجبه لان يستمر وقف اطلاق النار موجوده، لان هناك درس اول في المرحله الاولى ودرس ثاني يجب ان يحفظ الجميع من هذا الدرس، وهو عباره عن تحرير منطقه خان شيخون وما حولها. فاذا تعرضت المجموعات الارهابيه، وانا لدي مئات الرسائل الصوتيه الان على هاتفي من خلال المجموعات الارهابيه التي يحملون بعضهم البعض من التخوين الى المسؤوليه الى التقصير الى موضوع اننا لا قدره لنا على مواجهه الجيش، وبالتالي هذا الامر اعتقد ان هناك حاله انهيار ادراكي لدى المجموعات المسلحه قد تؤدي للقبول الى وقت اطلاق النار والذهاب باتجاه التسويه. انا هناك امل ان يتوقف القتال وان نذهب باتجاه التسويه كما جرت في محافظات اخرى، يعني في محافظه درعا لا يجري قتال، في القنيطره لا يجري قتال، في ريف دمشق الا في الغوطه قليلا لم يجري قتال، وبالتالي تكون ادلب ايضا نموذجا، وخاصه ان ادلب اخر معسكر للمجموعات الارهابيه. نعم، يعني من رايك هل يمكن ان تصمد هذه الهدنه الجديده فتره كافيه للتوصل الى حل في ادلب؟ اذا كان هناك افق، يعني اقصد اجراءات عمليه تتم على الارض تتجه باتجاه الحل، فاعتقد ان هذه الهدنه تستمر طويلا، واعتقد انه يمكن ان يبنى عليها بان تكون نموذجا ايضا يختزى في بقيه المناطق. وبتقديري ان وقف اطلاق النار، المبادره الى وقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكريه والاقتحامات، هذا شيء نتمنى ان يحصل، واعتقد انه يمكن ان يهيئ مناخا ايجابيا لتنفيذ الاتفاق. اعتقد ان تنفيذ الاتفاق هو ليس من الصعوبه بمكان، يعني الان مساله فتح الطريق الدولي لا يحتاج الا الى مرحله واحده الجيش يستطيع ان يفتحه من خلال العمل العسكري، يعني هناك مدينتان على الطريق فقط وهي مدينه معرف النعمان وسراقب، يصبح الطريق الدولي مفتوحا، لا يتمنى احد على القوات المسلحة بأنها فتحت الطريق، وهو قادر بخلال يوم أو يومين أو إلى الأكثر على الأكثر إلى أسبوع أن يفتح هذا الطريق، و
ويعتقد يرصد الاتفاق لزوم ما لم يهدم، يعني نكون قد حققنا الاتفاق في دماء ابناء القوات المسلحه والجرحى ومزيد من الصفر والتدمير. انا اتمنى ان نذهب الى الاتفاق لان بالاساس هؤلاء ابناؤنا، يعني هناك من هم في هذا المجموعات المسلحه هم سوريون، وهناك من الاجانب، واعتقد ان هذه المساله التي تتحكم الان في قرار السوري. نعم، اشكرك شكرا جزيلا من دمشق العميد تركي الحسن الباحث في الشؤون الاستراتيجيه، شكرا جزيلا لك. اشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه والى الملتقى باذن الله.